السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كابتن أحمد عامل المسابقة ساعة وخمسين دقيقة. اللي متابعني عارف إن أنا هي ساعة، هي ساعة، مفيش بعد بعد الساعة ببقى تصنيفي مثلا 900، 1100، حاجة كده يعني، مبقاش شايف قدامي. فطبعا تعذروني لو خسرت ماتشات كتير بعد أول ساعة. طبعا لو قعدت دلوقتي أتغلب في أول ساعة كمان هيبقى شكلي يعني مش ولا بد، بس قشطة. يعني أنا راجع من المستشفى ومرهق، ولكن حبي في المشاركة هو اللي دفعني إن أنا إيه ألعب النهاردة. أوكي، هنلعب كاركان اكستشينج. حصل اكستشينج في الأول، وبعدين هو اختار سوليد لاين سي 3 بدل سي 4 اللي هو البودفينيك بان اوف اتاك. و انا خلصت من الفيل بتاعي، خرج بره سلسلة البيادق. هو يقدر دلوقتي يكسرني، خصوصا ان انا هلعب كوين سي 7 قدام، احتمال واسيبه يكسرني عادي، وخصوصا لو بيت. يعني لو بيت دلوقتي انا هلعب كوين سي 7 وانا ضميري مرتاح، فهو شكله بيفكر. علاء، اعتقد اسمه علاء. طبعا اتمنى، واو، علاء غلبني مرة قبل كده في الماتشات. اوكي، he's a good player. لعبنا مع بعض مرة قبل كده وغلبني، أفتكر إن هو يعني فاز عليا مرة قبل كده. أوكي، هو الوقت بيجري ولا هو إيه؟ لأ، ولا أنا نت عندي فصل بس مكسوف يقول لي ولا إيه، مش عارف. أوكي، بس أنا سعيد برضو إن كابتن أحمد ما عملش بيرزيركينج. بتهيألي مفيش بيرزيركينج في المسابقة دي، من الحاجات الكويسة لأن بتبقى فير شوية. البيرزيركينج بيخلي المسابقة عصبية، أنا بحس كده. المسابقة بتبقى عصبية، الواحد مشدود، وخصوصا لو هو عمل بيرزيركينج مع حد ممكن يخسر بسهولة. يعني حتى لو حد أقل منه في التقييم ممكن مع النرفزة يلعب أي حاجة وخلاص. استيقظ صاحبنا. اوكي، كوين سي 7 واسيبه يجوز عادي، مش مشكلة. اوكي، انا كمان حبيت. ما ينفعش اكل. اوكي، حصان في بيدق. رخ في بيدق بكش. الله 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 بقى. Very interesting. طب وآخرتها؟ مش أنا همشي بالرخ دي، لازم أمشي بالرخ دي. أمشي فين بقى؟
مثلا هنا مش عارف. اوكي امشي تاني. اكل وامشي عشان الربط. 9E4 ولا 9 هنا؟ 9 هنا حلوة. هات تكسير في مصلحتنا. عايز البيدق. والله انا منبهر بقدرته على انه قدر يرجع في الجيم بهذه السهولة. يعني دلوقتي بيزنقني في الوقت كمان، ده انجاز. انجاز او انا اللي خايب، يعني حاجة من الاتنين. عشان هاجي هنا واحاول انجز بقى. حاول انجز عشان انا بطيء بطيء. اخلص يا بطيء. ماشي هرجع. عايز العب كده في كده دلوقتي اهو. يا نفسي اللعب الغريب ده. والله بيلعب اي حاجة يا جدعان وخلاص. نفس للملك. يلا يلا كش. هات يلا تستغل ان انا يعني مش قوي في البليدز ولا ايه؟ يعني انا مش وحش للدرجات دي، انا كويس. شكرا يا مستر علاء، وغبت علينا غيبة طويلة. كابتن احمد لعب 3 ماتشات. متشكرين يا سيدي على الغيبة الطويلة اللي خسرتنا كتير دي. اوكي give me one more game. اديني ماتش كمان. كابتن احمد فعلا مش عامل بيرزيركينج. نو ارينا ستريكس. اوكي very well. يعني اللي هتكسبه هتاخده، اللي هتخسره هتاخده. مفيش حاجة اسمها مثلا تلعب 4-5 ماتشات ورا بعض تلاقي النقط بتاعتك بتزيد بكميات. لا، هما الاتنين اللي هتاخدهم هما الاتنين اللي هتاخدهم. طبعا انا عمري ما لعبت الافتتاح ده، معرفش لعبته ليه، بس يعني خلاص مشوها مشوها. دي 5. ممكن نرجع للفرنش. اوكي اوكي تشيك. تبيت باكل. عادة بلعب اكل وبعدين ازق، بس مش مضمونة للأسف. مش مضمونة عشان الزقات دي بتتلعب قوية زي ما انتوا شفتوا كده. لو ما كانش لاعب دي انا بسمح يعني بزق الزقه دي قويه، بس يعني هو ما سمحش بيها.
لو اكل طبعا رخ وهات وزيرك جامدة، لازم ياكل بعد كده، باكل الفيل ببلاش، ما ينفعش ياخد البيدق دلوقتي. نقلة جامدة، نقلة جامدة. ايه رأيك في كوين بي ون؟ لو اكل باكل الرخ، لو ما اكلش باكل انا بالوزير. كوين بي ون looks like a good move. كوين بي وان شكلها كويسة. لا بقى، لا بقى، دي رخ ببلاش، مش ببلاش يعني، رخ شكله مش شايف الحصان، وحلاوتها كمان ما اقدرش اكل دلوقتي الفيل نقلة بينية او ان بتوين موف، لا عشان محمي دلوقتي، فهو مضطر ياكل الحصان بأي حاجة وبعد كده نتصرف، ربنا يستر. اوكي so the man مش عاوز يجيبها البر، انا هاجي هنا خدنا رخ وهربنا، خدنا رخ وهربنا. فكرة انه كمان لو اكل باكل. Oh dear, how didn't I see such a thing؟ مشفتهاش ليه يعني؟ كفاية دوشة كده، يلا نكسر. معانا فرق، الفرق مش وحش خالص يعني. الفرق is enough to win ان شاء الله. معاه فيلين قويين لكن هنحاول يعني قدر الإمكان ما نخسرش الجيم ده. ألعب يا دكتور محمود. مه مدود. What is مه مدود؟ That's a weird name. That's a weird name. أكل ده. عايز دي. كشات من هنا وياخد الحصان. ده كلام جميل خالص. اروح بقى انا بالحاجات ولا ما اروحش؟ اروح بالحاجات. امشي يا حصان، امشي يا حصان، انا لست سعيدا بك. اوكي رخ 7 دي جامدة، رخ 8 آسف، عايز الكش دي. كش هيمشي هاكل، هيقوم اكل هنا بكش، خش جوه يعني. وضع مش سهل برضو. اوه
كنت هخسر، انا لازم افتح نفس للملك ده. كده مات من هنا المفروض. الخصوم اليوم يعني في منتهى القوة، او انا اللي في منتهى البلح، يعني حاجة ملهاش تالت، حاجة ملهاش تالت. e4 c5 d4 let's play the Mora Gambit. الراجل قبل البيدق ولعب e5. الحقيقة معرفش، مش محضر على e5 دي، غير ان ده positional weakness، وهنلعب اللاين كأنه بدأ ب e6، و at some point لما لعبت انا بيشب f4 لعب لي e5 وانا رجعت، يعني احاول الفق له كده اللاين بحيث يبقى شبه اللي احنا عارفينه. اوكي، كوين e2 واجيب الرخ. لا، كوين دي 5 جامده قوي هنا، نايت دي 5 جامده قوي هنا، جامده قوي. بعدين ممكن اسخف عليه كده. بعدين اقوم قايل له تعالى هات وزيرك. بعدين اقوم قايل له كش وهات وزيرك، فينسحب ونرى لاعبا اخر ان شاء الله. يعني يعمل كده ولا ناوي يكمل؟ انا اسف، ناوي يكمل الراجل، ناوي يكمل. لا تسألني بيعملوا معايا كده ليه، لا تسألني، لا تسألني، عشان انا ما عنديش اجابة. اي والله ما عندي اجابة. ماشي، لو عايز ده خده طبعا. يا دي الليلة الزرقاء، يا دي الليلة الزرقاء. That's a blue night. ليلة زرقاء. ليلة زرقاء اليمامة. أو ده كيتشن سينك فاريشن، بدأ يدي كل حاجة في كل اتجاه. ماشي يا عم، شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. اوكي، حتى الآن وضعنا مش وحش، بس بنقابل خصوم أقوياء. كاروكان، كاروكان مين لاين. اوكي، alright. اوكي، alright. كوين سي 7، كوين سي 7 بيشب دي 6. نايت تيكس، كوين تيكس، ذا اذر نايت كومز ان. اور نايت 1 دان وذ ذا فاريشن اوف ارونيان اجينست.
against فيروزة في المسابقة الأخيرة، كان بيلعب على مكسب فما كسرش، رجع بالحصان وعايز يجيبه من هنا ويحاول يلعب جي 4 جي 5 لما انا بيت. بس انا بيت طويل دلوقتي. اوكي تعال نكسر يا عم، انا مش متضايق. حصان عايز هنا محمية ازاي اصلا؟ ولا ممكن يلعب دي فايف اكل ومعرفش ارجع، يلعب دي فايف هات حصانك اكل يطلبني معرفش ارجع. حلوة دي فايف هتبقى جامدة قوي تهيألي، يعني لو انا شايف صح مش هينفع. That would be a blunder. بس لازم نضرب السنتر. يلا نفتح لنا لاين كده ولا أي حاجة. لو أكل آكل وألعب على البيدق ده. لو أكل هياكل بالحصان ولا بالفيل؟ بالفيل أحط الفيل في وشه. والجيم برضو على الهادي خالص، مش شايف حاجة شنيعة on the spot. كش مشيت هتاكل اكل مش متضايق. البيدق ده تقريبا بيقع دلوقتي. رزقني الله بلعيبة بتاخد وقتها جدا وده طبعا مأثر على التقييم النهائي للموقف. اعتقد بعد ما اكل ياكل اكل هيلعب نايت هنا ويحاول ياخد فرق. اوكي منطقي جدا. ممكن العب لعبة كده اللي هو يعني انا ما يهمنيش. اما بقى لو طلبني دلوقتي ارجع كده اللي هو انا بقى انا خايف منك وانا اصلا عايز اديله كش، فاهم؟ اللي هو يعني خبست السنين، خبست السنين جدا. خد باله طبعا، ما هو ده فخ بقرش ونص. الفكرة ان انت حتى لو بتزق هو داخل الدخلة داخل الدخلة. طيب That's interesting. ده عيب اللي يلعب على فخ. طيب انا همشي بالفرق، انا هحاول امشي بالفرق يعني. جميل. والعب كده بحيث اكسر رخم الارخاخ، احاول اكسر رخم الارخاخ. واحدة بس كفاية في الموقف ده، احاول العب عليها تاكتكس. اتنين كتير،
باي ذا واي احنا بايدينا دلوقتي متساوية، انا مش خسران حاجة. عشان ما حدش، بس يعني عشان انا ما افتكرش ان انا بخسر، انا مش بخسر ولا حاجة، احنا بايدينا متساوية. بالعكس انا دلوقتي وضعي بقى افضل شوية، لو انا هددت دلوقتي ده هات رخك وهات هنا وهات الحصان، الوضع دلوقتي مش سهل. ممكن اجي كده بقى دلوقتي، هات الوزير وهات رخك وهات الحصان، الجيم بقى حلو، الجيم نور مرة واحدة، وهات مات. فلا لا الجيم حلو. اوكي اخد الرخ، الضمير، الضمير تمام، انا مرتاح، مش هعمل ايه. طيب عايز الحصان كمان ده دلوقتي، وعايز الكش دي، واخد الوزير، فالجيم بقى كده لذيذ. ضميري، انا ضميري مرتاح، انا مفيش حاجة يعني، انا مش متضايق، انا الحمد لله. طيب ماشي منشوف. ماريو ذا فيرست، كابتن احمد الخامس، انا الرابع، احتمال نتقابل انا وكابتن احمد ويقتص مني. بيتشيرك فيش، مش عارف اسمه، بيتشيرك سبيرب، مش عارف فعلا، لا اسم غريب. It could be a Russian name. It could be anything. It could be something that we don't know. قد يكون شيئا لا نعرف عنه شيئا. بيقول لك في اللاين ده اخر حاجة بتطلع الفيل ده، عشان بيطلع هنا بيطلب منك تكسير، بيطلع هنا مش قوي، ما بيطلعش هنا. اللاينات دي عادة هو بيبقى عايز يبيت طويل ولا قصير، انا مش عارف، بس انا متأكد ان انا بقى لو بيت طويل هيبقى وضعي وحش، عشان بتقري فيه فلفل بيضة، مش عارف. اوكي انا همشي، عايز اكسر الفيل ده في الفيل ده وخلاص. شكلي هاخد البون كيوب 1 2 3 4. يلا انا موافق. I love my pawn cube، احب مربع بيادقي. تبيت، اوكي كوين دي 5، هات حصانك. مش عارف، روح على الفايل ماشي نشوف، وبعدين هنشوف كوين دي 7. اوكي خلاص ما يجيش هنا بس. اعتقد التخلص من هذا الفيل هيبقى شيء جيد، لو حطيت الفيل ده هنا يبقى شيء كويس. اكسر الفيل ده، الفيل ده رخم، عامل ضغط كبير على جناح الوزير. يلا اكل بالحصان ولا اكل بالحمار؟ ماشي انا هاكل بالوزير. اوكي هو الاند جيم ده حلو لمين؟
بادئ دي بتهيألي في الاند جيم هتبقى مش حاجة حلوة يعني. بس انا لو مشيت في اي حتة هينزل 7، انا مش عايزه ينزل 7. اوكي بيبي كوين باك، انا مش عايز الوزير يجي هنا. النقلة حلوة. My opponent offers a draw and I will accept the draw. لأن أنا بتهيألي شكلي أصلا الإند جيم بتاعي وحش. أوكي أنا موافق، ده غير إن هو كده يعني هينجز عليا وقت بدل ما نقعد نهري وفي الآخر نوصل لتعادل أو أخسر، أصل ده جيم بليدز يعني. كان هذا قرارا عاقلا مني. ده انا بحيي نفسي يعني ان انا كنت عاقل يعني، حاجة حلوة جدا. اوكي the bishop or the fianchetto openings. العب زيك. هو مش انا اسرع كده في الفتح الحاجات؟ بدأ في بدأ ما يقدرش اكل باقي بيضة عشان بيخسر حتة. ماليش دعوة انا مؤدب. انا مؤدب جدا، مش هعمل اي حاجة. انا خدت الحتة والسلام عليكم. وزير هنا عايز ازقه دي بوم، ما قدرش ياكل عشان الربط. شايف هو الكلام ده ماشي. Interesting. Okay. الحصان بتاعي ده محتاج يلعب. ما ينفعش ألعب الحاجات دي عشان ما أخرمش نفسي بقى. ألعب دي ممكن علشان أحمي البيدق وأحرر الرخ. زقات زي دي هاكل. هتاكل بإيه؟ بالبيدق ماشي. جيت هنا رخ في رخ، كلت رخ في رخ، كلت بالإيه؟ بالفيل. عايز الحصان، الحصان هجيبه هنا. مش مطمن لموقفي على فكرة. طبعا لو قلت له كسر دلوقتي دي لازم تتلعب عشان ما يدعمش الحاجات دي.
ممكن اقول له هات لو سمحت البيدق ده، كش من هنا مشيت. What? Why? لا مش مقتنع انا بالكلام ده. انا هاجي كده وكده وكده. اوكي لا بدأ سالك لو سمحت، بدأ سالك لو سمحت، دفعنا عنه لو سمحت، رحنا هنا وهنا. بالله عليك يا صاحبي يا سادو، سادو بليز بليز ماي فريند، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ماي فريند. واو الجيم اللي انا اتعادلت فيه كابتن احمد اتعادل فيه. اوكي لا تغش يا غالي لو سمحت، ده كابتن احمد عامل رساله للناس يعني. اوه اللقاء كابتن احمد. اوكي خلينا نشوف هيعمل ايه. هيلعب اللاين بتاعه اللي هو بيلعبه على طول. اوكي ماشي. عايز هنا يعني، ماشي كلام منطقي. اوكي مهمة النقلة دي، الحصان ده مش سهل. اوكي والحصان ده كمان لو جه هنا هيبقى رخم. هبقى كوين سي 8، كوين سي 1 عايز اكسر الفيل ده. عايز البيدق هو. طيب نحمي البيدق مبدئيا كده ونشوف. كوين تي 7 عايز البيدق تاني وانا هحمي البيدق برضو. بس البيدق ده مهم قوي لانه مش عارف يخليه يلعب دي مثلا. بيدق يعني مهم. اوكي اوكي A mass of exchanges could happen on this square. مجموعة من التكسيرات هتحصل على هذا المربع.
اوكي متهيألي ما سيبش الفايل يعني. كوين اي 3 لو اكل بالوزير وابقى خدت الفايل بيجوز على البدأ ده أطرخ آه حلو الكلام حلو الكلام اوكي هياكل بالبيض ما اكلش طيب طيب كيكس هات متات هات الفيل برضو هات الفيل هات رخ 7 لأ اوه دي 2 ولا ايه؟ مينفعش اكل مرور؟ ينفع اكل مرور بعدين اجي هنا ولا اديله كش واخش لا اجي هنا هات البيدق ده ماشي لا كش انا عايز البيدق ده
هات اوكي 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 ايه وبتاع ايه زقة فظيعة زفت. انا حزين بالنقلة دي. كده جيم رائع. اوكي جود بلاي يا كابتن احمد، اند جيم ممتاز، جيم صعب، جود بلاي، اند جيم محتاج يتحلل والله. اورايت اورايت، عدينا من الاوبننج والميدل كويس، بس في الاند جيم انا عملت بلندر في التايم ترابل. انا شايف الزقه، لولا الزقه دي كان وضعي ممكن يبقى دروش. Good play. The bishop x. Okay. F4 E5. بحب ألعب الجامبت لاين ده، بيدي أفكار هجومية جيدة. واو اوكي تبيد دي جامدة، عايز ده وعايز ده، اعتقد بيخسر فيها فرق الا لو راح بالرخ هنا، بس شكلها غريب. هات الكش دي وهات الوزير. نقلة خبيثة عشان الوزير لو مشي فيه كشات جامدة من هنا. ناهيك عن اني عايز العب مثلا حاجة زي دي واخد الرخ.
اوكي دي جامدة بس عليها كش من هنا فظيع. مفيش كش الحمد لله محمية. اوكي هابي 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 very very happy. Okay, thank you, thank you. Let's get back to the tournament. دعونا نعود إلى البطولة. أنا رقم كام؟ 11. ماشي. ماشي. رقم 11. E4 C5 الحكيم ده من اللعيبه الأقوياء اللي دايما بيلعب في المسابقة دي. هو ومين؟ وفيشرمان طبعا، بس فيشرمان تقريبا من ساعة ما بقاش فيه بيرزيركينج وما عدتش بشوفه. اكل؟ ما اعتقدش. نقلة كويسة طبعا، هسيبه له يعني هعمل ايه. كان الأحسن من نايت بي دي 7 كوين سي 7 عشان لما يلعب دي اف 5 تعالى نخدعه. خدعناه، استطعنا ان نخدعه، ما خدش مننا الفيل. اوكي عايز اقول حاجة، ان لو انت خدت بالك في المواقف دي المكسب الحقيقي فين، او انا بجيب المكسب ازاي، يعني دلوقتي بجيب المكسب ازاي. اعتقد من دراستي الجيده للافتتاح، من كتر ما انا درست افتتاح كتير وشفت مواقف واشكال كتير، بقيت اعرف هاندل الافتتاح او امشي في الافتتاح بشكل على الاقل ما يخسرنيش، يعني اخد تفوق مقبول. لان بصراحه الافتتاح وخصوصا انك دورف افتتاحه يعني الغلطة فيه بتعور جامد. فلو انت لاحظت هتلاقي ان الافتتاح اللي انا بلعبه دلوقتي هو اللي مديني شوية تفوق على الهادي كده، لاني درسته كويس. فدراسة الافتتاح من الحاجات المهمة جدا، يعني انا درست النجدورف ده من كتاب اسمه جراند ماستر ريبرتوار بتاع الجي ام، اسمه فاتانيك. ودرست الافتتاح برضو من سلسلة بتاعت تعبت من الحصان ده، سلسلة بتاعت اسمه ايه، دانيال كينج، كان عامل سلسلة كبيرة عن اللاين ده.
نتلت على الفايل كده بحيث ان الحصان ده ملوش حركة. ممكن امشي، ممكن اضحي الفرق. على فكرة تضحية الفرق بتتلعب هنا جدا جدا، but I don't feel like تضحية الفرق دلوقتي. I don't feel like تضحية الفرق. لو كسر الفيل خير وبركة. اوكي لو لعب الحصان هنا انا هكسر الفرق، انا هضحي الفرق عشان اكون بقى صريح معاكم. حتى الان ما عملهاش. سنايت دي 5 هنا جامده. ما ينفعش ألعب كوين سي 6، عايز كده في كده. ايه أخبار تضحية الفرق دلوقتي؟ ده لازم يتضحى تقريبا، لازم يتضحى الفرق دلوقتي. يلا توكلنا على الله، توكلنا على الله. هات كده بس الحصان ده. هات 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 ده وهات ده لو مشيت بدي يعني. اوكي طب حصاننا الجميل ده ما يجيش هنا ولا يجي هنا. جميل جميل والله جميل. لازم العب دي عشان ازق دي. لا انا مش هكسر طبعا يا اخي. طب ما تجيش على الضرب يعني يا محمد. ايه الدنيا عكت خالص. ماشي ماشي. مهمة عشان الفيل يلعب. لا لا برضو لا. Ooh, what a move. هات هترخ دي يا عم. اوبس الحصان ده بيتزنق ولا ايه؟ يا باشا سيبني في حالي، سيبني في حالي. هو ايه الكلام؟
ماشي. هيدي كش من هنا، همشي كش من هنا كمان موجودة. ايه حفلة الكشات دي؟ واو، انا كمان زنقت في الوقت. هعمل ايه؟ هحمي. هو ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده بجد والله؟ ايه الماتشات دي اصلا؟ انا بيتعامل معايا كده ليه؟ انا مش عارف بيتعامل معايا كده ليه؟ شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. والله ما عارف في ايه بالظبط، ما شاء الله عليه، يعني لعب حلو جدا ومش عارف انا بقيت الكام. قول لي انا بقيت الكام. العاشر مش مشكلة، بس الماتشات والله قوية وجميلة، ماتشات قوية وجميلة، وانا مستمتع والله بالأداء.